الجول الثاني اللي جابه في ماتش العين الاماراتي كان رائع. جون الوداد طبعا، يعني جون الوداد كان لعب بيه بطريقه حلوه قوي، وخد يحيى عطيه الله يعني. لا كان جون جميل جدا بصراحه، وكان اجمل هدف على ما اعتقد في الدحيل القطري. ممكن جوله في الزمالك اللي هو شمس فيه حمدي النجاز، كان فايلر مدرب الاهلي. كل اهدافه في الزمالك طبعا. الجون اللي هو جابه في الاتحاد في كاس العالم للانديه اللي هو الجون ضد الاتحاد كان جون جميل جدا. جونه مع الوداد لما رقص عطية الله، بس نعتذر لعطية الله عنه. وجونه مع الزمالك لما شمس حمد النجاز، ورغم انه اطول منه بمراحل يعني. الجون اللي جابه في الاتحاد جد الار 2. ايوه الجون اللي جابه في الوداد في لما كان في مصر لما فرش اللعب مرتين الثاني على الارض. الجون اللي جابه في الاتحاد الاتحاد السعودي كاس العالم للانديه اللي في ماتش ال 4-1 بتاع الزمالك، كان تقريبا السنه اللي فاتت، اللي شاط كره خدت ايد محمد صبحي ودخلت. النينجا بتاعنا حسين الشحات النجم بتاعنا، والفاكهه بتاعت النادي الاهلي وهو امام عاشور واللعيبه كلها، ومختار مختار النادي الاهلي الحالي. اقول له سيكو. ليه بقى؟ لان هو من السلام، وده الدلع اللي هو بيحب يقوله على طول، هو سيكو اللي هو من السلام. اقول له الجزار. الجزار بتاع الفرق الثانيه يعني، دايما بينزل كوره قتله بجد يعني، كور حلوه وقتله ومهاره ومهزه ومحترم. هو في لقب مشهور ان هو النينجا، بس ممكن اقول له برضه ان هو قناص لان هو بينهي جدا. والله هو في لقب، بس طبعا هو اللقب ده كان الكابتن الكبير صالح سليم الله يرحمه، يعني الكابتن المايسترو، فانا بهدي اللقب ده للكابتن حسين الشحات.